يقول السائل: هل يجوز للمسلم إذا دخل المسجد وأراد الجلوس أن يجلس من غير صلاة للتحية؟ هل يجوز للمسلم إذا دخل المسجد وأراد الجلوس أن يجلس من غير صلاة للتحية؟ تحية السنة، تحية المسجد سنة ليست واجبة عند الجمهور، إذا جلس فلا بأس، لكن فاته فضيلة، فاته فضيلة وأجر. نعم.